السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد لقناة نسيم. مرحبا بكم متابعينا الكرام، إذا كنت غير مشترك في القناة اشترك فضلا ويسر أمرا. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية. مرحبا بكل المتابعين. نعتذر على الانقطاع بسبب المرض. بسم الله والصلاة على رسول الله. نبدأ الفيديو اليوم حول تطورات ومستجدات تطبيق أو عملة بيتكوين. اليوم كنت في الإنترنت أبحث فلاحظت هذا الخبر على هذا الموقع، فأردت أن أشاركه معكم لكي نستفيد جميعا. بالنسبة لهذا الخبر كما تلاحظون هنا، هذه الصفحة أو هذا الموقع على الإنترنت الخاص بالعملات الرقمية وكل الأخبار. هذا الخبر في 23 جوان، كما تلاحظون هنا 23 جوان 2022. أنا أحب دائما أعطيكم دائما التوقيت أو التاريخ لكي تكون هنالك مصداقية. فهمتم إخوتي؟ مرحبا بكم. بالنسبة لهذا الخبر كما تلاحظون هو باللغة الإنجليزية، واحد القليل من الناس سيفهم. سوف أقوم بترجمته، سوف أقوم بشرحه وسنفهمه مع بعض إن شاء الله. أولا سوف أقوم بنسخ المقالة، هذه المقالة، هذه التطبيق، هذه مواقع خاصة بكل مستجدات وأخبار العملات الرقمية. أولا سوف أنسخ الجزء الأول، هذا الخبر يتحدث عن مستقبل العملة الرقمية، عملة سويتكوين. مثلا الصفحة الرئيسية آخر الأخبار، التنبؤ بسعر كوين، هل سيكون سويت كوين عملة مشفرة جيدة للشراء؟ نعم، هذا عنوان ذلك الخبر أو المقالة كما تلاحظون هنا، يتحدث عن مستقبل عملة سويت كوين وهل ستكون عملة جيدة للشراء. التنبؤ بسعر سويت كوين، هل سيكون عملة مشفرة جيدة للشراء؟ 23 يونيو 2022، بقلم كريسبوس نياغا. ما أعلم من هذا كريسبوس نياغا، يبدو أنه هو الذي كتب هذا التقرير. من المقرر أن تطلق سويت كوين تطبيق اللياقة البدنية الشهير عملتها المشفرة الأصلية مع ارتفاع الطلب عليها عالميا. نعم، كما قلت لكم إخوتي، هنالك طلب كبير كبير جدا لهذه العملة. كما تلاحظون الناس تشتري في هذه العملة، الناس تجمع في هذه العملة، ومن المتوقع أن يكون لدى الشركة التي تتحرك نحو الكسب أكبر عملية إطلاق للعملات المشفرة في عام 2022. شاهدوا هذا الخبر إخوتي، سويت كوين هي أكبر عملة عليها الطلب هذا العام. نعم، سويت كوين في 2022 هي أكثر عملة يتم الطلب عليها مع ارتفاع عدد مستخدميها. ما هي سويت كوين؟ هي شركة تكنولوجيا مالية تعمل على تغيير كيفية عمل الناس. لكي لا أطيل عليكم، لقد قمت باختصار الكلام. سوف أقوم بنسخ الجزء الثاني وسنقرأه مع بعض لكي نفهم. أنا أريد أن أتيكم بالمعلومة الصحيحة إخوتي، لذلك لا تقلقوا وأصبروا معي. هذه المقالة إنها يبدو أنها مهمة جدا. بالنسبة لكنا هنا، أعتذر، هذا هو الشطر الثاني من المقال، سوف أقوم بنسخه وترجمته. هذا هو، هل تشفير سويت كوين شراء جيد؟
السؤال الشائع هو: إذا ما كان سعر سويت كوين سيرتفع عندما يتم طرحه للاكتتاب العام؟ نعم، من الكثير من الأشخاص قالوا لي: هل سيرتفع سعر سويت كوين إذا صارت عملة رقمية؟ هذا الموقع كذلك يطرح هذا السؤال، وجوابه هو: من الصعب التنبؤ، ومع ذلك يمكننا أن نتوقع بعض التقلبات على المدى القريب، حيث يقوم حاملو العملة بالنقد على نطاق واسع. أيضا تجدر الإشارة إلى أن الرموز المميزة الأخرى للانتقال إلى الربح مثل GMT من ستيبين وستيب ستور قد تعطلت جميعها مؤخرا. المهم، حتى هذا التطبيق لا يعلم إذا كانت العملة الرقمية سوف ترتفع عندما تصير عملة رقمية، معذرة، عملة سويت كوين عندما تصير عملة رقمية، أو تبقى العملة على سعرها الحالي. لا نعلم، كلنا لا نعلم. بالنسبة لموضوع آخر متابعي الكرام، البارحة والله جربت أني أبيع نقاط، تجربة فقط لكي أريكم. أنا لا أعلم أن هؤلاء الأشخاص يكثرون من النصب على الأشخاص، فقط لاحظوا معي، هذا الشخص فقط قام بالنصب عليه، وأنا كنت أعلم أنه سوف ينصب، لذلك قررت أن أريكم ماذا كان يقول، وقد أرسلت إليه 40 نقطة لكي أجربه. في الثانية قام بحظي كما تلاحظون هنا، أعطيته رقمي، قلت له أرسل لي رصيد، وهو لم يرسل لي. أنا هو حاول كثيرا معي، وأنا حاولت معه كثيرا، هذا لم يخدعني. أنا قمت بتجربته لكي أريكم وأحذركم من هؤلاء الأشخاص. أنا من الجزائر طبعا، قلت له: فليكسي فليكسي تعني أرسل لي رصيد وأنا أرسل لك النقاط إخوتي. وقال لي أنا قال لي أني أنه شخص صادق ولا يكذب، وقام بالنصب عليه. هذا هو الأكونت خاص به، إذا لا هذا هو الأكونت خاص به لكي أحذركم. المهم، قمت بإرسال في اللحظة الأخيرة، قمت بإرسال 40 نقطة إليه. أنا لا تهمني 40 نقطة، أرسلت لكي أرى مدى صدق الناس في هذا الفيسبوك. لم أرسل له الكثير من النقاط، أرسلت فقط 40 نقطة، فقام بحظري. هؤلاء الأشخاص مغفلون جدا، ولا يعلمون أنهم مغفلون. كان هذه صورة الأكونت الخاص بي أنا، ولا يعلم أني أعمل في مجال اليوتيوب. المهم، أقول لكم: احذروا عندما تريد بيع نقاطك، قل له: أرسل لي أنت النقاط، لا ترسل له، أرسل لي أنت المال وأنا أرسل لك النقاط، لا ترسل له النقاط، لأنه سوف بكل بساطة سوف يقوم بحظرك كما تلاحظون هنا، 90% سوف يقومون بحظرك ولن ترى شيئا منهم ولا سنتيم منهم. المهم، كان هذا الفيديو إخوتي اليوم، شرح اليوم حول تطورات عملة سويت كوين، وهذه النصيحة كان آخر الفيديو هذه النصيحة. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.